خرجوا لعنا اهل بيروت مش هيطلبوا بحقهم، وهذا شيء طلب مثل شبرم باسيل ما بعرف. نحن هلا رايحين متجهين على طرابلس، وحيكون في وجود النادي العلماني بالبلماند هنيك تحديدا، والنادي جزء من شبكه مدى الشبابيه. فمدى مثل ما هي بالاسم شبكه بين النوادي العلمانيه بالجامعات، ولكن ايضا بتضم افراد وناشطين وخريجين من هالجامعات مشان يمارسوا العمل السياسي ويربطوا الشباب بالمسائل السياسيه الحساسه بالبلد باتجاه تقدمي علماني تشاركي ديمقراطي. ونحن شايفين انه في حاجه نتضامن مع طرابلسية بوجه العسكرة، بوجه الاستغلال الاقتصادي اللي عم يصير، ونتضامن معهم بأي أنواع احتجاج هن شايفينا مناسبة بوجه النظام تحديدا حاليا. لأنه شفنا أنه بآخر أسبوع ما شفنا إلا سياسات الموت والاحتكار والقمع اللي عم تستخدم بطريقة مستمرة ومستدامة من قبل النظام بطرابلس. مهمولة، مهملة، محرومة من كل شيء، وتتوارث الحرمان جيل بعد جيل. هن حاولوا خرق الثورة، يعني هن دولة وحكية وزير الداخلية الأسبق مروان شربل كيف يقدروا يخرقوا ويحاولوا الثورة عن مسارها لحتى إجهاض الثورة. المدينة اللي فيها أغنى أغنياء لبنان وبنفس الوقت فيها أعلى نسبة من الفقراء، كلهم يعني كلهم تآمروا عليها، ومش بس هلأ. الثورة هي مش مرتبطة بمنطقة، يعني الوجع هو مرتبط بكل المناطق، مش بس طرابلس اللي عم بتعاني، أو منقول جلديب أو بيروت أو الشويفات. هو الوجع بيشمل كل الناس الموجودين بلبنان من الطبقة السياسية الفاسدة اللي كانت حاكمة 40 سنة. فدايما لازم يكونوا تحركات هي بتشمل كل المناطق اللبنانية حتى نحن نقدر نوصل تنحقق الهدف اللي نحن بدنا إياه، هو تغيير هيدي الطبقة وهيدي السلطة.